طب خليني اديك شويه نصايح. مثلا بنتكلم، مثلا اول نصيحه ممكن نتكلم فيها لو احنا عايزين نتخلص من الكرش، ممكن اول نصيحه بنقول تناول الاطعمه الغنيه بالالياف والفيتامينات والاملاح المعدنيه. الفيتامينات والاملاح المعدنيه والالياف، الثلاثه دول لو موجودين في الاكل بتاعنا هتبقى تلقائي سلطه خماسي الالوان مع كل وجبه. يعني انت هتاكل قبل اي وجبه هتاكلها، يبقى انت عامل حسابك جايب السلطه بتاعتك معاك، او هو يجيب لك السلطه معاه، يبقى انت عامل حسابك ان نص الوجبه طبق السلطه، النص الثاني الوجبه السريعه ايا كان كنتيجه للشغل او ضغط العمل وانت مش مالك فهيبقى انت بتتكلم ان احنا الالياف ديت هناخدها من ايه؟ هناخدها من طبق السلطه خماسي الالوان. اللون الابيض زي الثوم والبصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفلفل والرجله والكابوتشا والايسبرج والمنكوك. دكتور انا فهمت كلامك، خماسي الالوان حيكون يعني غني بالخضروات وخلينا نحكي ممكن نحط معاه خل كده، خل تفاح ممكن، ممكن اي حاجه ما فيش، لانه بيزود كمل يعني عايزنا نكمل. طب ماشي. الحاجه الثانيه كمل الخطوه الثانيه. يعني نحاول قدر الامكان نقلل من المشروبات الغازيه، لان المشروبات الغازيه سبب برضو في الكرش، لان 1 مللي فقط من المشروب الغازي، 1 مللي فقط من المشروب الغازي بيدينا 7 سعرات حراريه. فانت لو بتشرب مثلا عبوه 500 مللي صغيره مثلا، تخيل انت، شوف انت اضرب 500 في 7 هيطلع لك رقم خيالي، انت اصلا ممكن تكون ما بتاخدوش يوميا من خلال الاكل بتاعك اصلا. فتلقائيا سعرات حراريه عاليه، السكر الزايد في الجسم بيتحول لدهون، وخصوصا لو انت بتقعد كتير بقى، فكنتيجه للقعده الكتير يحصل ترسيب في الهشاشه وتاثر على السنان وكده، يعني حاجات كتير الواحد يبعد عنها. انا ما بشربهاش يعني. الحمد لله. بس كذلك ايضا انا بقول لك، انا بس 170 سم، قديش الوزن المثالي؟ والله المثال بتاعك من احنا بنتكلم من 65 ل 72 مثال. تمام. في حاجات تانية؟ الرياضة مثلا. يبقى تاني حاجة المشروبات الغازية. تالت حاجة ممكن نقول الوجبة بتاعتك لا تخلو من البروتين. الوجبة بتاعتك لابد ان يكون فيها بروتين. البروتينات طبعا كلنا عارفين، لحمه حمراء او البقوليات ناخده، يعني لا البروتينات ممكن مثلا الفراخ واللحمه والسمك، ويفضل لو عايز فعاليه كبيره جدا ركز على السمك في الفتره اللي انت عايز تخسس في الكرش، ركز على الاسماك. واهم نصيحه مع ده كله، شرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق، وبعد كده ننتظر 45 دقيقه، ما ناخدش اي حاجه، ما نفطرش قبل 45 دقيقة ما تنتهي، بعد ال 45 دقيقة ناخد وجبة الفطار بتاعتنا، وممنوع شرب المية أثناء الوجبة أو بعد الوجبة مباشرة. شرب المية يكون بعد الوجبة ب 40 دقيقة أو قبل الوجبة بنصف ساعة، مثلا قبل وجبة الغداء بنصف ساعة أو قبل وجبة العشاء بنصف ساعة. ونشرب مثلا كوبايتين ميه مع كل، عايزين مثلا ما لا يقل عن 3 لتر ميه يوميا. لو قدرت ان انت تمشي بهذه النصايح بوعدك بتتخلص من الكرش بتاعك لو هو صغير كده في اول اسبوع، ما لم يكن هناك خلل مرضي. تمام. طيب بالنسبه للرياضه بتاعت كمال الاجسام بتساعد على الكلام ده؟ بتساعد، بس طبعا بنتكلم مثلا وليكن على ممارسه تمرين البطن اهم حاجه يعني.